أهلا بحضراتكم مرة تانية. يمكن دائما ما نفتخر بوجود مبدع أو مبتكر أو عالم في مجال معين، لكن هذه المرة 396 عالم مصري في قائمة ترتيب جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم من بين 160 ألف عالم من 149 دولة. حصل هؤلاء العلماء 396 عالم مصري من جامعات مصر المختلفة على هذا الترتيب، يمكن إنجاز كبير جدا وعظيم من الممكن أن يفيد مصر في مجالات متعددة. حول هذا الإنجاز وكيفية تأهيل جيل جديد ليكون خلفا لهؤلاء، معي في استوديو هذا الصباح الدكتورة هبة محمود، مؤسس مبادرة علماء الغد وشباب الباحثين للابتكار والتنمية. دكتورة هبة صباح الخير. صباح النور. أولا دلالة هذا الرقم 396 عالم مصري وأيضا تنوع الجامعات التي تخرج منها هؤلاء العلماء بتدل على ذكاء الرئيس السيسي الجميل في انه يفتح المساحه في الفتره اللي فاتت في فتره رئاسته لكل العلماء وللبحث العلمي انه يكون في قائمه اولويات مصر، وانه يدي ميزانيه ضخمه جدا للبحث العلمي في خلال الفتره السابقه، واهتمام بكل الباحثين والعلماء والشباب المبتكر وريادة الأعمال والإبداع والإنوفيشن كله في اداله المساحة الكافية كاملة، وعمل توصيات ضخمة في كل الوزارات، وزارة الصناعة مش بس وزارات البحث العلمي، لا كمان وزارة الصناعة، كمان وزارات الاستثمار، كمان علشان نقدر نعمل ده كمان التربية والتعليم. تم بكل جزء ممكن يجعل مساحة واسعة للإبداع وللبحث العلمي إنه يجد مساره الحقيقي، والناس تقدر تشتغل والعلماء يقدروا يشتغلوا في مساحة واسعة. طيب دكتورة هبة، يمكن احنا دايما بيرتبط معانا فكرة العالم او الباحث بالجامعات المهتمة بالعلوم بشكل خاص، يعني سواء جامعة زويل، جامعة النيل وغيرها من الجامعات، لكن تنوع وجود جامعات مصر المختلفة، يعني قناة السويس وجامعة طنطا، جامعة الزقازيق، يعني جامعة المنيا وجامعة القاهرة وغيرها من الجامعات، إلى أي مدى من الممكن أن يكون هناك توفير لأدوات علمية حقيقية، سواء توفير المراجع والأبحاث الخاصة بمساعدة هؤلاء العلماء للوصول إلى أبحاث جديدة، أو أدوات والنماذج اللي بيشتغل عليها هؤلاء العلماء في مختلف الجامعات المصرية؟ حقيقة فعلا في مشاكل كثيرة جدا في الجامعات للطلاب الباحثين من خلال بس مش المراجع، يا ريت المراجع بسيطة شوية يمكن، لأن طبعا الأونلاين وطبعا بنك المعرفة يوفر كتير وحل مشكلة كبيرة، وعشان بقول لحضرتك في مساحة جميلة في ظل عهد رئيسنا ربنا يكرمه يا رب السيسي، لكن المشكلة الحقيقية بتكمن في الأدوات والأجهزة الماتيريال أو المواد اللي مستخدمة في البحث، وخصوصا زي ما حضرتك قلتي في تعدد في المجالات بشكل كبير، ففي حاجات كتيره مش في ظل برضو الكورونا كمان يمكن خدت وقت كبير من الناس في ان هي ما فيش استيراد، ما فيش المواد العلميه والماتيريال ما بتقدرش توصل بسهوله، ده كمان عقد الدنيا اكتر خلال الفتره اللي فاتت، لكن الحقيقه احنا محتاجين نهتم اكتر بكتير بتصنيع المواد دي في مصر، مواد كيميائية بالذات، ان احنا عندنا مشكلة في الموضوع ده. المواد المستخدمة بقى السنسورز والحاجات اللي هي بتبقى حساسات والمواد الهندسية والأدوات الهندسية كلها استيراد، غير بقى الأجهزة الكبيرة، القياسات اللي بنقيسوا عليها، القياسات. طب الدكتورة هيبقى يعني افتتاح عدد كبير أيضا من الجامعات المصرية الحديثة بوسائل تكنولوجية مختلفة، عندنا يمكن نماذج مشرفة جدا زي جامعة الجلالة، جامعة الملك سلمان وغيرها من الجامعات اللي افتتحت مؤخرا، وكان هناك أيضا يعني حديث حول أن ستكون هذه الجامعات تشتمل على أدوات ووسائل تكنولوجية تساعد الباحثين أو الطلاب بشكل عام، إلى أي مدى من الممكن أن تحقق طفرة مستقبلية في مجال الأبحاث والعلوم ومجال التعليم بشكل عام في مصر؟ ارتباط التعليم والتعلم بالبحث العلمي في الجامعات ده ليه أهمية قصوى،
وعشان كده حضرتك ما ذكرتي الجامعات الخاصة. الجامعات الخاصة طبعا بتحب انها تبقى في وضع مشرف واكبر بكتير من اي جامعات اخرى، وده في تنافس كبير، وخصوصا المساحة لما اتفتحت بقى في تنافس على البحث العلمي بكتير، فبقى في طبعا في تجهيز، لان انت لازم هتبقى عندك تجهيز لده. اللي احنا بنسأله النهارده مش بس المساحة اللي بتفتحها الجامعات الخاصة للطلاب اللي جواها، هل انتوا عاملين مبادرات اخرى لاستيعاب علماء اخرين او طلبة اخرين باحثين ممكن يكونوا متميزين اكتر من اللي عندكم، وتديهم مساحة عندكم ان هم يقدروا يشتغلوا في البحوث بتاعتهم؟ هو ده السؤال، لان الحقيقة ان ده في ريستريكشن او في قلة جدا، وفي يعني مش مفتوح بشكل كبير، ومش كل الجامعات بتعمل ده. في طب بعض الجامعات طريقة التسويق للعلماء او الباحثين دول ازاي؟ يعني ايه الخطوات؟ لا ده التسويق للعلماء ده عايز يعني هل عايز كل جامعة تخصص. تتبنى يعني المبدعين أو المبتكرين اللي فيها وتسوق لهم بشكل معين؟ حضرتك هو شايفة إن في استراتيجية معينة يعني؟ هو التسويق شق تاني غير ان انا افتح المجال زي ما حضرتك قلتي، لان احنا نشتغل في الناحيه العلميه والبحث العلمي على التجهيزات الموجوده اللي هي بتبقى تجهيزات عاليه جدا ومعامل عاليه جدا وغير متوفره في كل مكان، ودي عقبه. فلما يفتحها ده موضوع، اما التسويق ده بقى اللي حضرتك بتتكلمي عنه مهم جدا، لان النهارده احنا لازم نربط الصناعه بالتطبيق والتطبيق العملي للبحث بالبحث طبعا. واحتياجات السوق ايه. احنا النهارده اهم حاجه يبقى معلن، وده اللي احنا محتاجينه، ان يكون معلن من كل الوزارات ومن كل المراكز البحثيه ايه احتياجات السوق، عشان الباحث حتى ما يبقاش بيعمل مجهود في لا شيء. يعني النهارده انا بصدر مجهودي كله، بركز مجهودي كله في اتجاه السوق محتاجه، وبالتالي انا لما هعمل بحث وهنشره انا عارف كويس جدا هيستفاد بيه، مش بحث لمجرد البحث ونشر لمجرد النشر. وده شويه مستهدف الفترة دي في مصر بشكل كبير، ان هو ننشر كتير، نعمل ابحاث كتير، وطبعا المساحة اتفتحت فبقى في ده بيتعمل بشكل رائع جدا. لكن الربط بقى ده اللي احنا حضرتك يعني بتتكلمي فيه، يمكن تسويق، وتسويق هنا هو تسويق تطبيقي وتصنيعي. فالربط بين الاحتياج لازم يكون انا عارفة كويس او احتياج السوق، ما بعملش ما بهدرش مجهود وامكانيات علمية والسوق محتاج حاجة تاني. طيب حضرتك شايفة الاستراتيجية الجديدة في التعليم، يعني التعليم دلوقتي وضع خطة مختلفة عن يمكن التعليم وقت حضرتك لما كنا لسه صغيرين. دلوقتي في التكنولوجيا، في التعليم عن طريق الانترنت، تعليم من التابلت وغيره، إلى أي مدى سيستطيع أن يؤسس لجيل جديد بقى، باعتبار أن احنا بنمشي على هدى وخطى هؤلاء العلماء من البذرة من الثمر؟ يعني الحقيقة دي يمكن ده كان من أهم أولوياتي أنا شخصيا. وبعدين عندنا كل الإمكانيات والأدوات اللي تساعدنا نقدر نربي جيل جميل ورائع جدا. بس الحقيقة لقيته في فترة من فترات حياتي في عملي، لقيت إن الجيل اللي احنا بنتكلم عنه أولادنا صغيرين بيتعلموا في المدرسة وبيستخدموا التولز دي التكنولوجيا بشكل رائع ومبدع جدا، ومؤكد حضرتك توافقيني في ده. بس الربط ما بين الاثنين مش موجود، هو مش عارف يربط ما بين اللي بيدرسه من نظريات وتطبيقات علميه واللي موجود وكل اللي بيدرسه من العلوم، وما بين ازاي يستخدم التولز العلميه والتكنولوجيا دي. فكان هدفي ساعتها عملنا مبادرة علماء الغد، ويمكن بعد كده انتشر من خلالها مبادرات تانية ومراكز تانية، وده كان جميل وأنا سعدت بيه جدا. والولاد دول قدروا يفهموا هم كانوا يمكن ممبر لأولاد تانيين، لأن هم بدأوا يروحوا كسبيكر وكمتحدثين في أماكن كتيرة ويدوا دورات تدريبية وهم صغيرين. فربيت الجيل الصغير، وكان بيحضر الحمد لله أولاد كتير وأولياء أمور وكل حاجة، اهتمام شديد من الأم من الأب من كل ده، إنك تربيه على فهم إزاي يستخدم ما يتعلمه ويستخدم الأدوات الحديثة في البحث علشان يوصل لفكرة مبدعة لحل مشكلة. هي دي البداية وهي دي الاستراتيجية حتى نصل يعني لهذا الهدف، يعني بتبقى خطوة خطوة. يمكن هو عشان نظام جديد واستراتيجية جديدة على طبعا النظام المصري، النظام التعليمي اللي سبق عصور بطريقة معينة، وبنبدأ فيه بشكل وبخطى جديدة، إن شاء الله تبقى خطى
ركزه وخطى ثابته للتقدم وتحقيق الانجاز في مختلف المجالات. انا بشكرك لكن فقط ضيق الوقت، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره هبه محمود مؤسس مبادره علماء الغد وشباب الباحثين للابتكار والتنميه، شكرا جزيلا. اشكرك. بشكركم مشاهدينا الكرام، وكده انتهى يومنا النهارده في هذا الصباح. بكره ان شاء الله في نفس الموعد، يوم جديد وفريق عمل اخر. الى اللقاء.